الزمالك يتعثر للمرة التانية على التوالي بنفس النتيجة التعادل 0-0 ضد تونجيت في السنغال في مباراة غريبة جدا من الزمالك، وشفنا فيها أغرب من باتشيكو ومن أرضية الملعب ومن الجو ومن كل حاجة. مباراة غريبة من كل حاجة، هنتكلم في كلام كتير جدا عن الزمالك وازاي الزمالك يقدر يصعد من المجموعة. سنخش في الحلقة، انزل اعمل لايك، ولو أول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب في قناة وفعل الجرس يجيلك كل جديد. ويلا بينا نخش في الحلقة. حطني رقم واحد في القصير. الزمالك النهارده بدأ بال 4 2 3 1 اللي بيبدأ في كل مبارياته، وبدأ بجنش في حراسة المرمى بدل محمد بجول، ودي كانت مفاجأة بالنسبة لكل الزمالكاوية. بيلعب اثنين مدافعين، محمود علاء ومحمد عبد الغني ناحية الشمال، فتوح ناحية اليمين، حمزة المثلوسي، دي برضه مفاجأة تانية. اثنين في نص الملعب، فرجاني زيزو وطارق حامد قدامهم، أوباما على الشمال، بن شرقي على اليمين، زيزو قدام بيلعب بوسام وفيصل. دي المفاجأة التالتة في التشكيلة. بدأنا التشكيل بثلاث مفاجآت في التشكيل. أسامة فيصل مباراة، أول مباراة يبدأ مع باتشيكو، بيبدأ في أفريقيا في السنغال، بس عرفنا ليه أسامة فيصل بدأ مباراة. وحمزة المصلوسي بسبب إصابة تقريبا حسن إمام، بس حمزة المصلوسي قدم مباراة كبيرة. حمزة المصلوسي ما يقعدش دكة تاني، لاعب زي ده لاعب محترف، لاعب دولي، يلعب أساسي على أي حد. حسن إمام بقى يريح له كده شوية على الدكة، يلعب المصلوسي، اديله فرصة في الدوري، اديله فرصة في الكأس، يلعب في أفريقيا، اديله فرص. لاعب كبير، لاعب كبير، وهيسندك كويس جدا في المباريات المهمة. الزمالك في بداية المباراة، هي في البداية بس قبل ما نتكلم في حاجة في الماتش، أرضية الملعب سيئة بكل المقاييس. مفيش كورة تتلعب على أرضية الملعب دي. يعني مفيش ماتش كورة، مباراة كرة قدم ما بين فريقين، يتلعب على الملعب زي ده. ده أول حاجة، ده حاجة درجة الحركة الكبيرة، بس ده مش مبرر للتعادل. أنا مش بقول لك أرضية الملعب وحشة ودرجة الحركة كبيرة عشان أقول لك التعادل بسبب أرضية الملعب ودرجة الحرارة، لا يا معلم. التعادل جه بسبب كذا عامل حصل في المباراة، وده اللي هكلمك فيه بقى. الزمالك في بدايه الشوط او في بدايه المباراه، انت كنت مدي حجم، يعني مدي لتون جيز اكبر من حجمه بكتير. انت كنت مدي تون جيز تقدير ليه كبير، وكانك بتلعب الترجي في تونس. يعني اديت الخوف، او مش هقول لك الخوف، قدرت الفريق او اديت الفريق اللي هو انا قلقان منك، او اللي هو اديته احترامه ازيد من اللازم. ادى ان تون جيز بيحاول يتجرأ عليك، حاول الشوط الاول يمسك كوره، حاول يهدد مرمى الزمالك، لكن ما وصلش مرمى الزمالك كتير، بس مسك الكوره عليك. الزمالك ما كانش بيضغط قوي في نص الملعب، كنا بنشوف اوباما بيتمشى جنب اللعيبه ما بيضغطش. اوباما اي نعم كان بينزل يبقى ثالث في نص الملعب لراس مثلث امامي، ولكن ما كانش بيضغط على اللاعب. والزمالك كان بيحاول كذا مره نلعب كوره على الارض. انت كباتشيكو شايف ارضيه الملعب بالمنظر ده، لماذا بتلعب كوره على الارض؟ عايز افهم لماذا بتلعب كوره على الارض؟ كنت المفروض في بدايه المباراه تنزل بمروان حمدي ونبتدي تلعب عرضيات، تعلق عرضيات، تلعب او تلعب كوره ان مروان يخرج مثلا بره منطقه الجزاء، وابتدي ينزل الكوره للاثنين الوينجات بتاعته اللي بتخش في ظهره. ورجعت بدات بصومه فيصل عشان بصومه فيصل يحاول ياخد الكوره الطويله، او يخبط ويرزع ويعمل ضغط على لعيبه تون جيث او دفاع تون جيث. ولكن ان انت تدي اريحيه لعيبه تون جيث ان هي تشوف الفريق اللي قدامه اللي هو لا ممكن الفريق ده يبقى قلقان مني، وتبقى محافظ نوعا ما شويه، وبتحاول تلعب على الارض، ده ادى اريحيه لتون جيث. اللعب على الارض ادى اريحيه ليهم، انك هم كده كده عارفين ارضيه الملعب وحافظين الملعب بتاعهم. كانوا حتى لما بيجوا يلعبوا كوره على الارض كانوا بيقربوا من بعض قوي قوي عشان الكوره ما تطبش كتير على الارض. لكن الزمالك كان بيحاول ياخد الكوره على الارض، لا، وكان في لعيبه كانت بتحاول تعمل دريبل زي بن شرقي وزي زيزو، كان بيحاول يعملوا دريبل في ارض الملعب. ازاي على ارضيه ملعب زي دي؟ انا مش عارف. احنا كنا بنلعب على بيتر سبورت، كنا بنقول ما نلعبش كوره على الارض، ما بالك ملعب زي ده؟ العقل فين؟ ما اعرفش. وكمان ان الزمالك بدا بالتشكيل ده ما بقاش عنده اسلحه على الدكه، ما بقاش عنده اسلحه على الدكه. مروان حمدي بس اللي عندك على الدكه، وامام فين اسلحتك الهجوميه الباقيه؟ مفيش، فرغت كل الدكه. السكواد ديبث اللي انت كنت عامله الموسم اللي فات او كنت بتحاول تعمله الموسم ده اتمحى. مشيت مصطفى فتحي، مشيت كريم بامبو، مشيت عمر السعيد، مشيت كاسونجو، مشيت مصطفى محمد، مشيت لعيبه كتير، سرحت لعيبه كتير، فده ادى ان الدكه بتاعتك تبقى ضعيفه في مباراه زي دي. قاعد على الدكه جنب حسام اشرف وحسام عبد المجيد وعبد الله جمعه وامام عاشور ومروان حمدي. فين بقى الفريق؟ الله اعلم. ومشيت نجم كمان نجم. فانت الدكه حتى مش هتساعدك في مباراه زي دي. الزمالك في مباراه زي دي كان يقدر يكسب تونجيت؟ كان يقدر يكسب تونجيت. كان يقدر يكسب تونجيت امتى؟ لو كان ضغط شرس. كان زنق تونجيت في نص ملعبه، كان ضغط في نص ملعب تونجيت، كان الفريق كله بقى في نص ملعب تونجيت، عرضيات من يمين وعرضيات من الشمال وضغط وشوط على المرمى وتسديدات. كنت لازم ترهب الفريق ده، تخوفه اللي انا جاي اكسب المباراه هنا، مش جاي العب على نقطه التعادل. ولكن ده ما حصلش. خرجت الشوط الاول 0-0، الشوط الثاني نفس الشكل نفس الاداء، بس الزمالك قدر يمسك الكوره شويه.
لمس الكره شويه قدر يهدد مرمى تونجي ابتدى يروح لمرمى على استحياء، ولكن ما فيش اي تهديد. التهديد الوحيد اللي الزمالك هدده تهديد واضح وصريح والجمهور هيندم على الكره دي، يعني كوره جول 100% هي اخر كوره في المباراه خالص، اخر كوره في المباراه لما جري 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 امام واداها لاوباما، اوباما جري جري وبدل ما يرفع اوباما وشه ويلعبها كره طويله لمروان حمدي يخش طق جول 1-0 الزمالك، لا لعيبه قد كده لامام عاشور المدافع حط رجله طلعها بره خرج الزمالك 0-0. مباراه هي ما فيهاش كلام كتير فنيات، ان انت المشكله ان انت اديت الفريق اكبر من حجمه مش اكتر، وان انت خليت الفريق وانت ما اتجرأتش عليه، كنت المفروض تاخد جراءه اكتر من كده، كنت المفروض تطلع عليه هجوميا اكتر من كده، كنت تقدر تكسب، ولكن الجراءه الهجوميه ما خدناهاش. باتشيكو ما كانش جريء هجوميا النهارده، باتشيكو كان بيلعب نقطه تعادل، ادى ان انت تبقى في اول مباراتين في المجموعات بتبقى بنقطتين، الترجي كسب المباراه بتاعت كمان شويه هيبقى 6 بونت، لو كسب مولودية الجزائر هيبقى 4 بونت والترجي 3 بونت، وتبقى تالت. هتحتاج تكسب الترجي في تونس وهتحتاج تكسب الترجي في مصر علشان ترجع تاني منافسة، او على الاقل تكسب الترجي في تونس، لان انت المباراه دي او المباراتين جبت تونجيت والترجي المباراتين اللي بره ملعبك كنت محتاج ان انت تخرج بستة بونت على الاقل، او على الاقل تخرج باربعة بونت. خلاص النهارده خرجت بونت، المباراه الجايه تكسب ماتش تخرج باربعة بونت ماتشين. ولكن الزمالك بصراحه انا مش اقول لك خايف او قلقان ان احنا نخرج من دور المجموعات، لا انا مطمن، مطمن ان احنا نصعد من دور المجموعات باذن الله، ولكن لو فضلنا نلعب بالشكل ده بره ارضنا او بندي للفرق اكبر من حجمها ده مش هياكل عيش، ده مش هياكلنا عيش يا باتشيكو، مش هياكلنا عيش. بس في بعض عناصر في الفريق مميزه، مروان حمدي يستحق ياخد دور اساسي، يستحق يلعب دور اساسي. مروان حمدي لاعب كويس، يلعب كورته حلوه، يقدر يقف على الكوره، ياخد الكوره طويله، يجيب لك فاول من حته خطيره، تسديدات، يقدر يقدر ياخد فرص. مروان حمدي وارتجي حمزه المصلوس ياخد فرص، جنش يركب، انا وجهه نظري ان انت تركب جنش تاني وتوقف جنش في المرمى تاني، خلاص بقى قعد شويه ابو جبل وتلعب بجنش، تدي جنش الفرصه، جنش عارف لما يرجع لمستواه شكل تاني، لما جنش يرجع لمستواه يبقى شكل تاني. وانا عارف انا بقول لك ايه، هل الزمالك كده جمهوره يقلق؟ انا بقول لا، جمهوره ما يقلقش، الجمهور اللي يقول لك يا معلم ممكن نخسر الماتش الجاي، ممكن نتعادل، ممكن ممكن ممكن، اقول لك ما تقلقش هنصعد من دور المجموعات سواء اول او ثاني، هنصعد من دور المجموعات ما تقلقش. تونجيت دي هتيجي تكسبها هنا في القاهره بكل اريحيه، بكل اريحيه. مولود الجزائر ممكن تخرج بنقطه منه في الجزائر. مباراتين الترجي 50-50 ما حدش عارف مين هيكسب فيهم، 50-50 ما حدش عارف مين يكسب. ولكن الزمالك مباراه النهارده يقول لي يا عم انت ما اتكلمتش فنيات كتير، اقول لك ما اتكلمتش فنيات كتير لان المباراه ما فيهاش فنيات كتير، ارضيه الملعب ما كانتش تساعد ان انت تبقى فيه فنيات. كان يرجع اوباما يبقى ثالث في نص الملعب مع فرجاني ساسي، وكانت يرجع الونجات بتساند المدافعين او تساند الباكات، لكن تونجيت ما راحش على مرماك كتير، تونجيت ما هدتش مرماك، ما هدتش مرماك عشان تقول اللي فيه خطوره على الزمالك او فيه مشكله في الزمالك، فيه مشكله في الزمالك على الناحيه الهجوميه، مفيش شراسه هجوميه، مفيش جراءه هجوميه، مفيش لاعب بيخلص من نص فرصه، دي المشكله. ولكن مشكله الزمالك ان هو مثلا يبقى ضعيف او 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 فريق ما ينافسش، لا اقول لك، لا اقدر اقول لك ان الزمالك يصعد من دور المجموعات باذن الله. مباراه ان شاء الله الجايه نقدر نعمل نتائج كويسه، ومباراه الجايه ان شاء الله تعادلوا كمان مدريد الجزائر والترجي علشان ينهي اللغم. من وجهه نظري دي يعني دي وجهه نظري في المباراه، وده راي شخص واحد في المباراه، مهم رايك انت، قول رايك انت في المباراه في الكومنتس، قول لي توقعك هل الزمالك قادر على الصعود من المجموعات، ولو قادر على الصعود يصعد كاول ولا يصعد كتاني. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، ولو ما شفتنا اعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يجيلك كل جديد، عشان نوصل 5000 مشترك قبل نهايه 2021، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعت الديسكربشن بتاع فيسبوك وتويتر وانستجرام، واعمل شير على فيسبوك وتويتر على تويتر كمان. اشوفك في الحلقه الجايه، سلام.